السياحة في الفضاء ليست أمراً جديداً كما نعتقد. هناك قصة عنوانها دينيس تيتو، ربما لا تريد وكالة ناسا لأحد أن يعرفها. في 28 من أبريل لعام 2001 كان تيتو بعمر 60 أول من ينطلق برحلة سياحية إلى الفضاء من الناس العاديين غير الرواد، لكن القصة لم تكن سهلة. رغبة دينيس تيتو بالسفر للفضاء قوبلت بجدل وكالات الفضاء ورفض ناسا للفكرة لأسباب تتعلق بالصحة لرجل كبير بالعمر، فضلا عن شعورهم بعدم تدربه بشكل أمثل. حول تيتو خارطة خطته للرحلة إلى روسيا، تدرب في مجمع سيتي ستار قرب موسكو وأصبح جاهزا للرحلة. وفي النهاية أنفق تيتو 20 مليون دولار للطيران على متن المركبة الروسية سويوز 32 تي ام ليقضي 7 أيام في محطة الفضاء الدولية محققاً حلماً راوده لـ40 عاماً.